الجوائز الرمضانية هاي، في بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية هاي ممن؟ الجوائز الرمضانية اللي في شهر رمضان هاي ممن؟ ممن بقول ممن؟ اللي شغلة التلفزيون هاي يقول. وضح يا أخي لأنه أنا ما عندي تلفزيون. يا سيدي هاي الجوائز اللي بعملوها بالتلفزيون بعمل مسابقات أسئلة دينية. إيه اللي مسابقات؟ فأقول لك لا يجوز أن تكون المسابقات مقابل مال يقدم. نعم. نعم. يعني مقابل مال لا يقدم لا. إيه نعم. بالنسبة عندنا مثلاً دار القرآن في المسجد عندنا. نفس القضية. فبنعمل جوائز. نفس القضية. نفس القضية؟ نعم. لأن هذه الجوائز تعود الشباب منذ نومة أطفالهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. الله يحفظك. الله كان هذا القول سمعته بجوز وأنا بدخل بالمستشفى الإسلامي. نعم. قل لي جينا على سيرة المسابقات. نعم. قال لي يا أبو ليلى محمد. الشيخ السبب الإخلال بالتقسيم هو فلا بد ما يعود وإلا فلا. واضح الجواب؟ أول أزمة الخليج. أيوة. ما كنتش واقف عليها. ما أدري. ما كنت عليها كاملة ورأي وكاملة. ما نعرف. هي طويلة. تحب أصور لك يا إن شاء الله. طويلة فكرية. هاي. أنا ضرورة. اليهود شو بيقول عن اليهود؟ وعرف منهم النصرة فلا مانع من الاستنصار بعض التأثير. وقف عندك وآخرين ناقش جملة جملة. إذا إيش؟ إذا خاف المظلوم. طيب. كمل. من أن يغلب واستعان بمن يأمنه. لدينا يأمنه قال أولا الذين أحتجوا أرضا